يا جماعة النادي مش محتاج حد يخش ياخد منه. وبعدين السنة اللي فاتت بدل ما كان يبقى الناديك بناديك والفضيحة اللي على قناة الزمالك الفضيحة على قناة المخطوفة، أنا ما أنا رئيس مجلس إدارة بقول لكم مخطوفة تاني مخطوفة، وإن شاء الله بعد الانتخابات بإذن الله لو ربنا وفقنا ونجحنا إما أن تشيل اللوجو وسميها قناة أبو هيلال عبد الواحد السيد شادي سميها باسم أي اسم لكن مش الزمالك، لأن عيب يبقى قناة الزمالك. بقول تاني سيبكم من كلمتي، الشباب المستقل اللي من الناس المفروض تعرفه تحت السن وفوق السن ما تستضيفهمش، وجيب الاستاذ صديقي مفيد فضلي اساله عن عبد الحليم حافظ كان بيحب سعاد حسني، احنا كنا في مسخره والله العظيم مسخره. فيا جماعه تاني انا بقول قدام مصر كل يوم بقول كده، اللي عايز ينتخب اي حد محدش شايفك الا عقلك وضميرك ربك، وهتشوف دلوقتي الصندوق من جوه مداري عليك، حط اللي انت عايزه بس اتحمل مسؤوليه نفسك. هتيجي بعد شهرين ثلاثه تطلب النادي خرب انت اللي عملت، هتيجي بعد سنتين تقول 6 اكتوبر اتعمل والنادي النهري رجع تاني والاستاد اتعمل والفندق اتعمل بتاع مرسى مطروح، انت برضه اللي جبت حلال وبين وحرام. انا اخيرا بدعو جماهير الزمالك العظيم، احنا خدنا موافقه 5000 مشجع يحضروا الماتش بتاع يوم السبت ان شاء الله، عايزين 5000 كلهم يروحوا يشجعوا فريقنا، لانه في انجولا هتلاقي 20 و30 ألف. من فضل الجمهور سيبك من الانتخابات وتماما بالانتخابات وكل شيء تنزل على صفحتك، دعم مرتضى منصور، من فضلك دعم الفريق، من فضلك دعم النادي. عندنا بكره بطولة مهمة، كأس عالم للسلة، السلة اللي أنا رجعت لقيته مدمرينها، ولما حسين لبيب قعد يتمنظر أول سلة فازت بالبطولة الأفريقية قال لك مرتضى منصور جاب اللعيبة دي وجاب المدرب ده، لما الكرسي طمعه قال لك الدوري ده بتاعي، أقسم بالله ما كنت تعرف أسماء اللعيبة ولا تعرف أسماء اللعيبة. وزي ما قلت أنا حطيت لك بنزين في العربية وصلك اسكندريه، خرمت الترومبه بتاع البنزين، ايه الترومبه؟ عمال طفشت اللعيبه، مشيت اللعيبه، الناشئين الذكرى بتاعتنا شوف كانت عامله ازاي؟ محمد صبحي ما يجيبش $1,000,000؟ ازاي؟ واسامه فيصل وحسين فيصل كله مشي تجريف. والله الاعضاء اللي بيحبوا الكوره تميل للزمالك ودي ناس تعرف. المهم النادي اجتماعي بس المهم النادي رياضيا، عايزين ترجعوا النادي ورا. وانت اتغلبت 5-3 من الاهلي ليه؟ عشان جرفت الفريق، عشان الدكه ما كانتش كامله، هو السله دي مش وقعت غلبوا 5-6 اشهر ورا بعض لغايه ما دعمنا وجبنا الراجل الامريكاني المدرب الجديد.